وسهلا بكم في كلية محمد المانع للعلوم الطبية، أهنئكم بانضمامكم إلينا. وكرئيسة قسم السنة التأسيسية الأولى يسرني أن أرحب بكم باسمي الدكتورة ريتا الحج، ونيابة عن زملائي أعضاء هيئة التدريس في برنامج السنة التأسيسية الأولى في كلية محمد المانع للعلوم الطبية. أردت في هذه الرسالة أن أرحب بكم وأعرفكم على أهداف وطبيعة الدراسة في السنة التأسيسية. إذن ما هي السنة التأسيسية؟ إنه برنامج أكاديمي شامل معتمد من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وهو يتناسب مع دراسة التخصصات الصحية في الكلية. ما هو هدف هذا البرنامج؟ إنه إعداد الطلاب للانتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الجامعي، ومنحهم فرصة للاندماج في الوسط الجامعي والتعرف على متطلبات الدراسة في الكلية، كما تهيئتهم نفسياً وفكرياً للدراسات التخصصات في السنوات المقبلة. نظام الدراسة: تنقسم الدراسة في السنة التأسيسية إلى فصلين دراسيين أساسيين، ولكن يمكن أن تمتد هذه الدراسة إلى فصل صيفي إضافي، وذلك لإعطاء فرصة للطلاب الذين لم يجتازوا بعض المقررات خلال السنة الدراسية لإعادة دراستها في الفصل الصيفي الإضافي. سأعرض لكم الآن الخطة الدراسية للسنة التأسيسية، وهي تتناسب مع معايير الجودة العالية والاعتماد الأكاديمي. كما نرى الآن على الشاشة، يتضمن الفصل الأول المواد التالية: اللغة الإنجليزية المستوى الأول، الثقافة الإسلامية، الفيزياء، مهارات التعلم والبحث، مهارات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، التربية البدنية والصحة، والرياضيات. أما الفصل الدراسي الثاني فهو يتضمن اللغة الإنجليزية المستوى الثاني، علم الأحياء، الكيمياء، مهارات التواصل، الإسلام وبناء المجتمع، آداب وأخلاقيات المهنة الطبية. اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة في جميع هذه المقررات، باستثناء طبعاً تلك المتعلقة بالدراسات الإسلامية. أما بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية للمستوى الأول والثاني، فيتم تحديد مستوى كل طالب بناءً على اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية يجرى في بداية كل فصل دراسي. وأريد أن أنوه هنا إلى أننا قد طرحنا مؤخراً دروس تقوية للغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة أوريغون الأمريكية للمستجدين الذين لم يحصلوا على الدرجة المطلوبة للانضمام إلى برنامج السنة التأسيسية الأولى. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الدروس يمكن مراجعة قسم التسجيل والقبول في الكلية. لماذا كلية محمد المانع للعلوم الطبية، وما الذي يميز السنة التأسيسية فيها؟ أولاً، توفر الكلية أعضاء هيئة تدريسية وإدارية ذات كفاءة عالية لتحقيق الهدف الأساس، ألا وهو الارتقاء بالطلاب وحصولهم على مختلف أنواع العلوم والمعرفة بأفضل وأحدث طرق واستراتيجيات التدريس. ثانياً، تتيح الكلية لكل طالب مرشداً أكاديمياً يقدم له النصح والإرشاد خلال دراسته. ثالثاً، توفر الكلية مختبرات تعليمية متعددة الأغراض وحديثة، ومركز مصادر لتعلم اللغة الإنجليزية، ومكتبة مجهزة بأفضل وأحدث الكتب والمراجع العلمية والعالمية، بالإضافة إلى ورش العمل والأنشطة والمؤتمرات التفاعلية التي تستدعي اهتمام الطلاب. أعزائي الطلبة، قبل أن أختم رسالتي هذه، أريد أن أقول لكم بأنكم إن لم تجتازوا السنة التأسيسية الأولى لن يكون بمقدوركم للأسف الانتقال إلى السنوات المقبلة، ولكننا على ثقة بأنكم قادرون على اجتيازها وبتميز أيضاً بمساعدتنا ومساعدة أنفسكم. فأي نجاح هو ثمرة عزيمة صلبة، إرادة قوية، وصبر مستميت، وأنتم قادرون على التميز. وفق الله الجميع لما فيه من الخير والسداد. شكراً لكم، ويسرني استقبال أسئلتكم ومقترحاتكم.